يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع ونقرأ كثيرا في الصحف وبعض المجلات الدعائية من يدعو لإقامة المهرجانات الإنشادية الإسلامية، فمن يدعو لإقامة المهرجانات الإنشادية الإسلامية الإنشائية نعم الإسلامية، فهل هي مثل التي ذكر المؤلف عن الصوفية؟ لا نحدث في الإسلام أشياء ليس لها سابقة في شرع الله وهدي السلف وكلام الله وكلام رسوله. والمهرجانات هذه أصل التسمية جاءت من المجوس، لأن عندهم عيدان، عيد النيروز وعيد المهرجان، واحد في فصل الربيع وواحد في فصل الخريف، واحد في بداية فصل الربيع وهو عيد النيروز، وواحد في بداية فصل الخريف وهو عيد المهرجان، هذا من الفرس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وهم يقيمون هذه الأعياد قال: إن الله أبدلكم بعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم.